أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، أنا موسى الجميل من نماذج تحدي العاقة. صديقتنا الجميلة بسبب إصابتها بالكانسر فقدت أحد ساقيها، ولكنها لم تفقد الإرادة والعزيمة، بتواجه العاقة بكل شجاعة. صديقتنا الجميلة أيقونة من أيقونات النجاح ورمز من رموز قوة الإرادة. بتواجه العاقة بإرادة قوية وعزيمة وإصرار. قوة إرادتها كانت الدافع ليها تخطي هذه الإعاقة ويضرب بقوة إرادتها وعزيمتها إن هي تحافظ على رشاقتها. صديقتنا الجميلة نموذج جميل للمرأة القوية صاحبة الإرادة، على ساق واحدة بتعيش حياتها بإرادة قوية بتواجه كل صعب. صديقتنا الجميلة نموذج جميل كل متحدي العاقة، كل أصحاب الإرادة الحقيقيين اللي رفضوا الاستسلام لليأس ورفع راية الهزيمة. قوة إرادتها وعزيمتها بتواجه كل صعب. نتمنى ليها النجاح والتوفيق في حياتها.